صباح الخير حبايبي كي جون، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميس تقى، نتكلم النهارده عن الحروف، لا عن اللغه العربيه، حرف الراء. تعالوا نفتكر معانا ايام الاسبوع كام يوم. 7. يلا نقولهم مع بعض: السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه. تعالوا يا ولاد نقول مع بعض دلوقتي الحروف العربية. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا في اللغة العربية 28 حرف. تعالوا نقولهم مع بعض: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة عندنا حرف ايه. عندنا النهاردة حرف جديد، هو حرف الراء. ده اسمه حرف الراء. ده يا ولاد شكل حرف الراء الصحيح. واقول لكم كمان على حاجة، ده شكل كمان الراء المشبوك. عشان الراء الصحيح والمشبوك الاتنين زي بعض نفس الشكل. طيب صوت حرف الراء: ر ر ر ر. يبقى دوت حرف الراء صحيح ومشبوك. طيب هو ليه المشبوك بتاعه مش فارد ايديه على السطر عشان يمسك في الحروف ويعمل كلمة؟ ليه؟ هقول لكم ليه دلوقتي. لان حرف الراء من الحروف الشقية. ايه الحروف الشقية دي؟ زي ما اخدنا حرف الالف واتكلمنا ان هو من الحروف الشقية، تعالوا نقول كمان ان حرف الراء من الحروف الشقية. طب احنا عندنا كم حرف شقي؟ عندنا 6. يلا نقول الاغنية بتاعتها: عندي حروف شقية 6 على ايديا، الالف والدل والذل والراء والزاي والواو. الالف والدل والذل والراء والزاي والواو. الحروف الشقية دي بتعمل ايه؟ الحروف الشقية ديت بتمسك اي حرف يجي قبلها، بس مش بترضى ابدا تمسك اي حرف يجي بعدها. علشان كده المشبوك بتاعها مش فارد ايده على السطر. خلاص، يبقى الحروف الشقية مرة كمان بتمسك الحرف اللي يجي قبلها، بس مش بترضى ابدا تمسك الحرف اللي يجي بعدها. تعالوا نفتكر مع بعض الحركات الاربعة بتوعنا. عندنا اول حركة، الحركة ديت حركة الفتحة. الفتحة فين؟ بتبقى فوق الحرف. بتخليني اعمل ايه؟ بتخليني افتح فمي بصوت الحرف. تاني حركة عندنا هي حركة الكسرة. الكسرة بتبقى تحت الحرف. بتخليني اعمل ايه؟ اكسر فمي بصوت الحرف. تالت حركة اللي شبه الواو الصغيرة اسمها ضمة. اسمها ايه؟ ضمة. الضمة بتخليني بتقف فوق الحرف وبتخليني اضم فمي بصوت الحرف. واخر حركة من الحركات الاربعة القصيرة بتاعتنا حركة السكون. السكون بتخليني اقف على الحرف. يعني ايه؟ يعني بنطق الحرف اللي عليه السكون مع الحرف اللي قبليه. والسكون الحرف اللي عليه السكون ما ينفعش ابدا يجي في اول الكلمة، بيجي في وسط الكلمة او في اخر الكلمة، ولازم يجي قبليه حرف عليه فتحة او ضمة او تحتيه كسرة. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض اصحاب حركة الفتحة. من اصحاب حركة الراء فتحة: راء فتحة راء رجل، راء فتحة راء رجل. الانسان بيمر بمراحل من ساعة ما يتولد. فمثلا اول ما بيتولد بيبقى اسمه رضيع، بعد كده يكبر شوية بيبقى طفل، يكبر شوية كمان بيبقى شاب، وبعد كده لما يكبر كمان هيبقى رجل. رجل زي بابا، زي خاله، زي عمه. را فتحة را رجل، را را رجل، را را رجل. طيب نشوف كمان من اصحاب الراء فتحة ايه. را فتحة را رمل، را را رمل. الرمل زي اللي بنشوفه في المصيف لما بنروح نصيف، بيبقى موجود عند البحر، وممكن اللي احنا نستخدمه ونصنع بيه الزجاج. را فتحة را رمل، را را رمل. ومن اصحاب الراء كسرة: راء كسرة ري، راء كسرة ري. كسرت فمي وانا بنطق الراء كسرة، عشان الكسرة بتخليني اقصر فمي بصوت الحرف، فبقول ري ري. راء كسرة ري ريشة، ري ري ريشة،
ري ري ريشة. الريشة دي اللي بتغطي جسم الطيور. وكمان الريشة كانوا زمان ما كانش فيه قلم يا ولاد، كانوا بيستخدموا الريشة في انهم بيكتبوا بيها بدل القلم، كانوا بيحطوها في الحبر ويكتبوا بيها. راء كسرة ري ريشة. راء ضمة رو. راء ضمة رو. شايفين الضمة جت فوق الراء، هتخليني انطقها رو. راء ضمة رو رمان. رو رو رمان. الرمان من الفواكه اللذيذة جدا اللي بتطلع في فصل الخريف. كمان الرمان ده مفيد جدا، فاحنا ممكن مامي تقشره لنا وتفصصه لنا كده وناكله مع سكر، بيبقى طعمه لذيذ جدا وبيبقى مفيد. وكمان ممكن نعمله عصير ونشربه، بيبقى طعمه حلو جدا. راء ضمة رو رمان. رو رو رمان. تعالوا نشوف الرأس يكون ايه. رأس يكون برج. رأس يكون برج. ايه ده، هو احنا مش في حرف الراء؟ طيب ايه اللي خلى نجيب كلمة بتبتدي بحرف الباء؟ علشان احنا اتفقنا ان الحرف اللي عليه السكون ما ينفعش ابدا يجي في اول الكلمة، بيجي في الوسط او بيجي في الاخر، ولازم يجي قبليه حرف فوقيه فتحة او فوقيه ضمة او تحتيه كسرة. علشان كده الحرف الراء جاي في الوسط، يبقى راء سكون برج. بصوا كمان انا نطقتها ازاي، برج برج برج. طيب وهقول لكم كمان على حاجه يا ولاد، شايفين حرف الراء مسك في الحرف الباء اللي قبليه ومرضاش يمسك حرف الجيم ازاي؟ علشان احنا اتفقنا ان الراء شقي. لسه قايلين من شويه، مين فاكر؟ اتفقنا ان الراء شقي، هيمسك اي حرف يجي قبليه بس مش هيرضى ابدا يمسك الحرف اللي يجي بعديه، هو وكل الحروف الشقيه السته اللي لسه قايلينهم من شويه. البرج بيبقى مبنى عالي زي اللي موجود عندنا في القاهره واسمه برج القاهره، يبقى راء سكون برج. طيب هنفتح مع بعض دلوقتي الكتاب بتاعنا على صفحه 18، نجيب صفحه 18 هنلاقي حرف الراء. هنقول مع بعض راء فتحة راء رجل. راء راء رجل. راء كسرة ري ريشة. ري ري ريشة. راء ضمة رو رمان. رو رو رمان. راء سكون برج. راء سكون برج. نجيب الصفحة اللي جنبها صفحة 19، هنلاقي حرف الراء، هنكتبه بقى مع بعض نشوف حرف الراء بيتكتب ازاي. دوت اسمه ايه؟ اسمه السطر. بنعمل ايه على السطر؟ بنكتب عليه. طيب تعالوا نكتب حرف الراء ونشوفه بيتكتب ازاي. سهل جدا، بعمل سنة صغيرة تقف على السطر، سنة صغيرة تقف على السطر، واجي من تحت ازحلق رجليها. مرة كمان بعمل سنة صغيرة على السطر، لازم يا ولاد تقف على السطر، واجي من تحت ازحلق رجليها. ده اسمه راء. راء صحيحة، وكده كده احنا اتفقنا ان المشبوكة زيها بالظبط. تمام. هننزل تحت، عندنا راء فتحة راء. راء كسرة ري. راء ضمة رو. راء سكون. هنقلب مع بعض الصفحة على صفحة 20، هنلاقي مراجعة هنحلها دلوقتي مع بعض. أول سؤال عايزني أكتب الحرف الأول أسفل الصورة، يعني هشوف أول حاجة دي صورة إيه وأكتب الحرف بتاعها تحتيها. أول صورة عندي دي صورة إيه؟ ريشة. ريشة. ريشة بحرف الإيه؟ ري ري ري. برافو عليك، وحرف الراء، هكتب حرف الراء سنة صغيرة وزحلقها لتحت. طيب نشوف اللي جنبها، دي صورة ايه؟ حوت. حوت. حو حو حو. حرف الايه دوت؟ حرف الحاء. يلا هنكتب مع بعض حرف الحاء. شرطة نايمة فوق السطر، واجي من النص انزل اعمل نصف دائرة، والنصف دائرة لازم تنزل من تحت السطر. نشوف الصورة اللي بعدها، دي صورة ايه؟ مين شطور بيقول معايا؟ صورة رمان. رو رو رو. رمان بحرف الايه؟ الراء. يلا هنكتب مع بعض حرف الراء، سنة صغيرة تقف على السطر وزحلقها لتحت. شوف الصورة اللي جنبها اخر صورة، صورة حبل. حبل. حق 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 حق. حرف الايه ده؟
حرف الحاء. سمع الشاطرين اللي بيقولوا معايا هنكتب حرف الحاء. شرطة نايمة فوق السطر، ببعد بعيد عن السطر شوية، واجي من الوسط اعمل نصف دائرة. طيب هننزل تحت هنشوف عندنا ايه. عايزني اكتب الحرف الناقص في الكلمة. اول صورة عندي دي صورة حبل، هو عامل لي نقط وكاتب بقية الكلمة. تفتكروا ايه الحرف اللي ناقص؟ تعالوا كده نقراها مع بعض. ح ب ل، هو كاتب لي الباء واللام، يبقى الحرف اللي ناقص هو حرف الح ح ح، حرف الحاء. هنكتب مع بعض حرف الحاء. طب يا ترى اكتبه صحيح ولا مشبوك؟ هكتبه مشبوك. هكتبه ليه مشبوك؟ عشان اول حرف في الكلمة يا ولاد دايما بيجي مشبوك، يعني فارد ايديه عشان يمسك في الحرف اللي بعده عشان يعمل كلمة، عشان حرف وحرف وحرف بيعملوا كلمة، بس ما عدا لو الحرف اللي جاي في الاول من الحروف الشقية، ده مش هيبقى مشبوك. خلاص يبقى هنكتب مع بعض حاء سنة صغيرة وشرطة ميلة عالى السطر وشرطة نايمة. نشوف الصورة اللي جنبها، صورة نحل. نحل هو كتب لي حرف النون، نا ح ح ح، حرف الايه ده؟ حاء. برضو هكتب حاء بس مشبوكة. مشبوكة ليه؟ عشان في وسط الكلمة، هتفرد ايديها عشان تمسك في الحرف اللي جه بعدها. نعمل يلا سنة صغيرة وشرطة ميلة على السطر وشرطة نايمة. الصورة اللي جنبها دي صورة ايه؟ صورة بحر. ب ح ر ر ر، اخر حرف ايه اللي ناقصها؟ حرف الراء. يلا نكتب مع بعض حرف الراء. نيجي للصورة اللي جنبها، دي صورة رمل. را را رمل را، حرف الايه اللي ناقص؟ حرف الراء. هنكتب مع بعض حرف الراء سنة صغيرة وزحلقها لتحت. طيب ننزل على اللي بعده. عندنا عايزني احط دائرة على حرف الحاء. هنحط دائرة على حرف الحاء في صورة حمل، في كلمة حمل. حمل، الحمل دوت اللي هو الخروف الصغير، الخروف الصغير بنقول عليه حمل. يلا هنحط دائرة على حرف الحاء في حمل. اهو الحاء هنا جت ايه؟ جت مشبوكة. في كلمة حمار الحاء برضو جت مشبوكة. في كلمة بلح الحاء جت صحيحة. وفي كلمة لحم الحاء هنا ايه؟ جت مشبوكة. هنحط دائرة على حرف الحاء في حمل وحمار وبلح ولحم. هننزل تحت، عايزني احط دائرة على حرف الراء. هحط دائرة على حرف الراء في كلمة رمح، برج، رف، رجل. يلا نحط دائرة على حرف الراء. الراء هنا جت في اول الكلمة في كلمة رمح، جت في وسط الكلمة في كلمة برج، جت في اول الكلمة في كلمة رف، وجت في اول الكلمة في كلمة رجل. يبقى احنا النهاردة يا اصحابي عملنا ايه؟ اخدنا مع بعض حرف الراء وعرفنا ان حرف الراء من الحروف الشائية. اخدنا راء فتحة را، راء كسرة ري، راء ضمة رو. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد مع حرف جديد. باي باي.